بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتور محمود حسنين، استاذ امراض القلب كليه الطب جامعه اسكندريه. النهارده هنتكلم بطريقه موجزه عن الهارت فيلير. الهارت فيلير ديفينيشن is any functional or structural abnormality of the heart which leads to inadequate cardiac output او elevated filling pressures. وبالتالي الديفينيشن ده على طول بيقودنا there are two types of heart failure. لو heart failure with reduced ejection fraction اللي هو الايجكشن فراكشن بيبقى اقل من 40%، والنوع الثاني اللي هو heart failure with preserved ejection fraction اللي هو بيبقى الايجكشن فراكشن عاده 50% فيما فوق. اسباب الهارت فيلير هو في اسباب كتيره، يمكن الاسكيميك هارت ديزيز والاكيوت مايكاردال انفاركشن ده من اهم الاسباب. احنا للاسف عندنا في بلدنا العيان اللي بيجي باكيوت كورونا سندروم او اكيوت مايكاردال انفاركشن ما بياخدش العلاج المناسب في الوقت المناسب، وبالتالي بيحصل دامج تو ذا هارت وغالبا ده irreversible دامج والعيان بيجي بهارت فيلير. اسباب اخرى طبعا اللي هو الفالفولار هارت ديزيز سواء كان روماتيك او ديجنريتيف، عندنا برضو هايبرتنشن والايديوباثيك دايليتد كارديوميوباثي. التشخيص بيعتمد على الاعراض اللي هي العين بيشتكي شورتنس اكزرشنال ديسنيا، شورتنس اوف بريث، اورثوبنيا ما بينامش على الا على مخدات عاليه، او باروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا، برضو اديما ابدومينال ديستنشن، فاتيج. كل الاعراض دي بتخلينا لازم نفكر ان في سم بروبلم وذ ذا هارت. غير السيمتز في الفيزيكال ساينز اللي هي هنلاقي ان الجوجرا فينس بريشر عاده اليفيتد، هيبقى في اديما، ممكن يبقى في اسايتس. لو بسمع الهارت ممكن اسمع ثيرد ساوند جالوب، ممكن اسمع ميرمر، ممكن اسمع على اللانجز البيزز اوف ذا لانجز الكراكلز او الفاين بيزل كراكلز. يبقى قلنا التشخيص بيعتمد على السيمتومز والساينز، وبعدين نيجي لحاجات بقى اوبجيكتيف. غالبا رسم القلب بيبقى فيه سم ابنورماليتي، ما بيبقاش يعني صعب قوي الاقي حاله هارت فيلير، الاي سي جي از نورمال. بعد كده بطلب المفروض في بلاد تيست اللي هو البي ان بي برين تريبتايد او البرو بي ان بي، ده بيساعد في التشخيص، لان لو لقيت التست ده از نيجاتيف ده ذيس براكتيكلي او اكسكلودز هارت فيلير. فاذا انا بطلب بي ان بي، لو البي ان بي طلع بوزيتيف المفروض العيان يعمل ايكو كارديوجرافي. ايكو كارديوجرافي هتوريني الايجكشن فراكشن اللي على اساسه بقول ده هارت فيلير ويز ريديوسد ايجكشن فراكشن او هارت فيلير ويز بريزيرف ايجكشن فراكشن. كمان الايكو بيساعدني ان انا اشخص الايتيولوجي، اعرف السبب في ضعف عدد القلب. التريتمنت عندنا دلوقتي العلاج فعال جدا او علاجات فعاله للهارت فيلير. طبعا اول حاجه بيبقى الدايوريتكس تو ريليف كونجشن، بعد كده اي شود ستارت as soon as possible ACE inhibitor او angiotensin receptor blockers plus beta blockers. ببتدي ب small dose and you escalate the dose every few days. بالنسبه للACE inhibitor، بالنسبه للبيتا بلوكر يمكن every one week or two weeks you double the dose. ممكن ندي mineral receptor antagonist زي spironolactone او النيو انالوج زي ابلرينون. في الايفابرادين، الايفابرادين ده بيساعد if I cannot achieve the proper heart rate اللي هو المفروض يكون اقل من 70، بزود الايفابرادين 5 ملي جرام twice daily. في النيوست او most recent drug اللي هو عمل بريك ثرو ان ذا تريتمنت اوف ذا هارت اللي هو الانترستو اللي هو نزل السوق تبع شركه نوفارتس. انترستو بيقلل المورتاليتي 20% above that achieved by ACE inhibitors and ARBs. وسعر expensive شوية، لكن الـ good news إن هو هينزل في التأمين الصحي
وممكن بعد كده نفت الدولة وهيبقى متاح لمعظم العيانين. بختم الكلام بتاعي بقول ان prevention of heart failure is possible، لان العوامل اللي تؤدي الى الهارت فيلير عارفينها: hypertension، badly treated hypertension، diabetes mellitus، obesity، ischemic heart disease. كل الحاجات ده هي you can prevent by proper life style measures. وكده انا باجي لختام التوك بتاعي، وارجو ان انا اكون افدتكم. شكرا.